بيان مزيان يا يرستك نو يا كنتي قاعد انا وراهم بنزها قلتيت ان يوتيوب نزها قلتيت الروب تاعنا ان ياي تيكي وليتي حاولت نكتر شوفوا اخ نبوس بيديكم خرجت من الحمام ما يبا خرجتي من الحمام كي لقيتي لاباس بوس بيديك كاين شي كويس تاع العصير انا شي حدايا نتهرج معاه في التلفازه امشي امشي حدايا نتفرج معاه في التلفازه السلام عليكم خوتي خواتاتي كي دايرين لاباس عليكم صحيحتكم لاباس اموركم هانيه نتمنىكم ان شاء الله تكونوا سيك سيك نزهه جهه دايره بحال هكا بحال قولي دايره محزمه بساهم السلام عليكم كي دايرين كلشي مزيان شخباركم كلشي مزيان لاباس الحمد لله فيديو جديد اليوم مع الخواتات خواتات مع الخاله وبنت خطها اجيها ولا مع الام مع بنتها الام مع بنت سمعك قالت لك واش باش مع بنتك لا بنت يا اخواتي بنتي ربيتك ملي كنتي صغيره الحيمه انا اللي كنت كان نقابل لك كلشي ونخرق لك ضروري حطيتي نهزك ونحطك كلشي انا درته معك المهم اخواتي انتوما سيدي يونس راه جالس حتى انا ها هو راه كلا الماكله ديالو وداكشي سبيسيال عزو هذا كتشوفو دابا حاط الشورنان داير التليفون نضاضر وقاعد كيقرا في هذيك المجله ولا شنو هو حتى كلا بعدا ودابا غادي نديرو اخوتي دابا مع جينا نزهه راها ما كايناش كما تعرفوا في الخدمه وجيهان راها كاينه هي ويونس هنا وسفيان ايوا جيت عندهم هنايا بغيت انا ونجيها ان شاء الله غادي نديرو يا سيدي يا مولاي العنايه بالبشره العميق غادي نعتانوا اليوم بالبشره ديال بصح جهه راها عندها شي وصفات وتا انايا عندي شي وصفه اللي غادي تجي حيت انا عندي البشره كما كتشوفوا اخوتي انا البشره عندي حساسه وكتهيج دغيا يعني ما غاديش نقدر ندير ليها شي حوايج اللي غادي يضروها اللي يكون فيهم شيميك كيولي الجلد عندي كيتهيج وتيولي تيحكني وهاد الوصفه اللي غادي نديرهم انا راهم يجيو مع كلشي راه اللي يجي مع البشره ديالي انا الحساسه تعرفوا البشره الحساسه راه هي اللي كيدار ليها غير حاجه ما تضرش شي حاجه اخرى لان تقدر اللي ديرها البشره الدهنيه ما تجيش معايا انا اولا ديرها البشره الناشفه ما يجيش معايا انا اولا علاش لانني انا البشره نتاعي حساسه اما اللي نديرو انا يقدر يديرو اي واحد المهم اخوتي انا غادي نوريكم ان شاء الله الوصفه وجيها انت غتعاور عندها داكشي مع عندها داكشي عندها مع داكشي ديال الوصفات انا مصايبه دابا وصفوك مره كنديرها وريها لينا دايرها فين دايرها في الفريغو يا سمع الدريه كل نهار وصفات علاش ما تتوصفيش مع خالتك نهار كامل وما انت قلت لي نص يدير لي وجهي جاي بصح نيت ولكن الا عرفتي عليه النقطه اي يدير الا عرفت المكونات ديالها شنو دايره فيها يقدروا يجيو معايا ايوا خوتي كنت يعني هو صراحه النشا الدوره كيبيض النشا ديال الدره والحليب والبيض خصوصا البيض راه كيصفي الوجه ولكن البيض اجي هنا ملي ديريه ملي ديري بياض البيض ما تحاوليش تهضري ولا لا لا تبقاي ديريها هكا عادي تبقاي واقفه تي يدخل لك الجلد شلا وصفات زوينين سيدي يونس هو غادي يدير معنا اليوم الوصفه المهم اخوتي كما قلت لكم حنا اليوم ساعه نسمعوا ان شاء الله النصائح ديالكم والنصائح ديالكم على فوق الراس والعين وحنا كنستافدوا من التعاليق ديالكم ومن الاراء ديالكم قلتوا لنا ما قلتوا عيب اعتنيوا بريوزكم ديروا وصفات لشعركم ديروا وصفات لوجهكم ديروا شي حوايج اللي عنايه بالبشره راني اخوتي كيت كنعتني اصلا بالبشره كنت كل سيمانه كندير كوماج وتندير ترطيب اصلا الترطيب انا عندي وداكشي وحاجه اخرى كاين اللي كيقول لي انايا كيقول لي راه شعرك ناشف انش جميله اعتني به مزيان راه حرش كاين اللي كيعايرني يقول لي مشحكه عقولو عقولو لي مشحكه اخوتي انا كنت عارفه شعري كيفاش كان ملي كنت صغيره ديك 15 عام 16 عام 20 عام كنتو تعرفوا شعري كيفاش كان والقوه يعني القوي
واللون اللي كان فيه والطول اللي كان فيه راهم راه تمنوا هالبنياتكم ما كانش كتقطعوا ما كنتش انا ما كانش كيعجبني نقطع شعري لان شعري كان عزيز راه كان في واحد اللون يا سلام وكان طوله طويل ورا الناس تيعرفوني مباشره كيهود لك تحلف انا راه كنت الا مشيت مثلا تحيرت به الناس اللي حدايا ما خاصهم يكونوا فايتيني تقريبا بشي مترو يكونوا فايتيني باش ما نضربهمش بشعري الشعر عندي كان ضارب حتى لتحت وكان قوي مزيان وكان في واحد اللون بحال الاكاجو يعني شهب 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 غادي الحموريه ودابا راه كما كتعرفوا يعني خفاف ليا مع الولاد مع الحماله ومع بنادم اللي تيبدا كيكبر شي شويه يعني كتبدا في الثلاثينات وداكشي راه الشعر ما كيبقاش عندك ديال العشرينات وديال 15 وديال داكشي. المهم اخواتي اليوم غادي نعتنوا راني كنت اعتنيت معكم بالشعر الحمد لله الوصفه هي كانت زوينه. دابا غنديروا العنايه الشامله الكامله بالوجه وغادي تشوفوا معايا غادي انتبهوا معايا البنات وديروها معايا راه شي حاجه زوينه. وزريويل حتى هو ما غاديش ننساوه ان شاء الله غير تجلس من الخدمه تكون عندها هكا السبت ولا الحد ولا شي نهار العاده نص نهار وتا هي غادي نديروا ليها الوصفات ياك جيان شعر حيديك خلي تا هي ان شاء الله غادي نديروا لها الوصفه تا هي شعرها نديروا لها الوصفه تا هي لوجهها شعري نهار قطعته خيب من تمي وكاش عليك تقطعيه كاش قال لي زين دار هنايا كان قوي شعري قوي شعرك انت بحال كاع ملي قطعته كاريز هنا خفيف خفاف وكثرتي ليه من البلاك حيت عام ونص وانا كندير كانت ديما كتسرحو 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 حتى جات هنا عاد باش عطيناها شويه ديال الثقه في نفسها قلنا لها راه الدريات كيديروا بوكلي ولا الدريات هذوك الستيره تيديروا. المهم ما نكثرش عليكم بلا 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 زيدوا معنا ان شاء الله العنايه بالبشره. ايوا نصحتونا وقلتوا لينا ما نساوش نصح نصائحكم بحال كتعطونا واحد بوش واحد بوش واحد القوه نوضو 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 كديروا فينا الحماس كتنقضوا لينا ديك الانوثه اللي فينا تنوض تكلم شي شويه. ها وانتم خليكم معنا خوتي يا ودويه ليزا كيشكيدنيس كيشكيدنيس قال لك كيشكيدنيس في ماروكو ديز ماروكو فروا كيشكيدنيس في ايطاليا ايطاليا روما هو زالي الكتب ديال التاريخ ولا شنو الناس اللي النيدرلاندي يفهموني شنو قال بالضبط قال لك راه كنقرا على شكيدينيس ما عرفتش شنو شكيدينيس على التاريخ واقيلا هو قولوا لي نتوما شنو قال ارسكو مابل مزيان يا رستك نو يا كيمشي قال الورم بانزها التيت ان يوتيوب نيزها التيت روب ديما ان ياي ليك يكني روب اوكي ايوا دابا خوتي غادي نبداو معكم ان شاء الله الوصفه ان شاء الله اللي غادي يكون فيها هو الاول نبداو الطاب الاول الطاب الاول ان شاء الله اللي غادي نديرو هو غادي دير معايا هادي اش هادي دير انا نقول لك انت اللي درتو انا ديري انت وزيدو انت ديري انت معايا في هادشي بسم الله نديرو البنان انا غسلو بالبنان هاد الجلو تاع البنان جيان ما كنتي هادشي زعما كيف درتي دايره في رمضان حدا الشي خوتي البشره الحساسه دابا انا ديما وجهي لما رطبتوش وما داكشي ديما كيهرشني كيحرقني انتم اخواتي كيحرق وكيحمر ليك ندير ليها هذاك بعد البنان هانت والله الا ما درتو لي حسيت بوجهي اصلا جميل ما كديش داكشي ديال الفوند ديال انا لا انا ما كديش هي اصلا بشره بيضاء بيضه ونقيه ما متحتاجش اصلا داكشي ملي كديرو لا دايرته كيولي عرق انا انا دابا لا مشيت خرجت من داكشي ديال الشيميك وداكشي ديال البرودويات تيهيج ليا البشره تتحمار وتتولي تضرني تاكلني وتعود هكا تقشر كديش بشره حساسه ديال بصح انايا بشره حساسه ودهنيه صافي دابا غادي نديرو هو الاول ها نتوما نخليوه واحد شويه وانا يا ريت شحال كيحرق انا ما حرقنيش انا حرقني انا حرقني والله ما حرقني دابا خوتي غادي نمشي نخليه واحد ربع ساعه حتى انا واحد ربع ساعه ويلي واحد خمسه دقائق هكا
وغادي نغسلو نغسلوه حكي حكي صافي. كنا كان معنا زايويل كنا راه ماكا سفيان يا اسي اخلي اخلي سوفيا راه جالس معانا هي انت ما جالس معانا بناته بناته الناس اللي كي الله ي... الله يهديهم اللي كاينوا شي حاجه ماشي زوينه انا اللي كيعتبرني بحال بنته بحال اخته وجي هاني اعتبرها بحال بنته وعادي احنا دابا معاه مده سنين يعني 5 سنين دابا انا 5 سنين وانا معاه المهم اخوتي دابا هذا جيل هذا جيل نيطويان كنا شارينو شحال هذه رزها غادي واللي ما عندوش يدير صابونه دير صابونه ديال دوف تكون زوينه مرطبه ها انت راه هو مرغوي بحال كشكوش يا اصدق هذا هير ديزل هو اللي غادي نغسل به وجهي كيبان لكم وصلي سنزيد هو دابا خاطر من بعد ما غسلنا وجهنا من وجهها دابا غادي نديرو يا سيدي واحد الحمام ديال البخار بالاعشاب يكون زوين ان شاء الله ها هو درت هنايا باش البسامات يتحلوا او باش كينظف مزيان وكيحل المسافات المسامات كيحل المسافات هو تفضل غادي نديرو مزهه شاريه هاد اتاي ها هو ديال الاعشاب ديال الاعشاب هانتوما فيه كاع الاعشاب فيه هذا الشيء يقولوا ليه فيه الورد الورد هو اللي بان لي انا الاول الورد فيه الورد فيه اتاي فيه اعشاب اللي ما عندوش هاد اتاي كيقدر يدير الورد كيقدر يدير اتاي غير اتاي حبوب يعني الشاي الاخضر كيقدر يدير الليمون يعني الحامض دابا اكثريه انا جميله كل شيء شبوس النعناع دابا اكثريه الناس ولو كيشرو واحد الماكينه كيديروا فيها شويه ديال الماء وكتبقى داك البخار وتا هنايا راني شفتها هذا الشيء هذا هو زوين فيه جميع الاحشاب مجموعين درتهم الاحسن واللي ما عندوش كما قلت لكم قطعه تحت الحامض داك سميتو الورد الشاي الاخضر يعني الشيء اتاي ديالنا ورقه تاع النعناع باش ريحه تعطي الريحه وكيطلع حتى مع الوجه دابا غادي نخلوه كنتمنى ان شاء الله هذا الفيديو ينال الاعجاب ديالكم ويكونوا الاخوات جابوا يعني داروا يعني نوروا من الفيديوهات ديالهم في القناه يعني واعتنينا الحمد لله بالبشره ديالنا كما تشوفوا راني غسلت عاب ديك البنان والله الا نسى اجي انا غسلت عاب ديك البنان وداكشي بحال حسيت بوجهي رطاب رطاب ودار وما بقاش حيتاش الوجه هو كلشي بقاش يحرق لي وواحد الفوطه ها هي فينا هي انا كنت كندير سميتو فوطه غنخليه حتى يغلى بدا يطلع البخشي شويه ونقص البوطه على المحل المحل ديالها اولا نطفيها كاع وديك الساعه غادي ندير البخار انا وجيهان خليك جيهان معنا حتى يتصاب لنا البخار ودابا غادي نديرو العمليه ديال الفوطاتو يلا اش الفوطات مع كي غادي نديرو ليهم يا دابا غادي نقدر نبقى هنايا شي شي 10 دقائق حتى ل 15 دقيقه الا قديت انا نلقى نغطس في هذا المنوط لا عاد لي بعت مرات وي نمشي الجنان وانت سيرفير البخار مشى البخار مشى هودي شويه الله يا ربي الله الله هودي الله يا العالي الله خش جهنم عطيتها بوجهي سيري نزيد لك العافيه نزيدي العافيه لا غادي تزيدي الله يا العالي هودي هودي على هودي عندك تهبطي لي راسي انا كتهبطي لي راسي تحرقي العود لا مصفر نكونوا غادي نفرحوا وتنعودوا حارقين باش حسيتي باش كنحس بالعافيه بالحريقه واه هي العاليه واه هي ربي انا نعطي العافيه كاع الله الله عندي ندير انا الاولى عاد دير ان شاء الله جيهان او انت الاولى خاصك تزيد ما كتزيديني انا واه هي انت اللي بغيتي تزيديني العافيه عاد كيطيح عليك هذاك شنو واضح عليا وهي ناريها الناس يديروا الوصف بس ساكتين عنه انا من نوع ديال الريكاطه شاده ليا براسي بحال نقول غيهرب او مش يا الله الله
ما تدينيش، خليه حمار، خليه يلا يلا باقي 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 غنزيد تاني. وانتي الاولى يا مازن. هو هي ناريه وراه عفسك وليتي. اه وليت نكتر. شوف اخ نبوس بيديكم، خرجت من الحمام. الله الا خرجتي من الحمام كي دير لقيتي لاباس بوس بيديك. هاك كاين شي كويس تاع العصير. والله غادي كي وليتي عندك مطيشه. يا لا ديري انتيا. لا بغيت تزينيني. اه شكي وليتي. هاي ريها يلا يلا يخرجوا لي الرؤوس السوداء. بقيتي زيدي ديري انتي زيدي. محشومه شعلي. علاه زيدي ديري انتي. الله اكبر. علاش؟ انا عطيك ديري. لا ما تخافيش راسك الفواره. سكتي سكتي. اه يا تا ربي كيشوفها في الحموريه يا ادري ما عرفت ولا صفر ولا حمر. سوزك سوزك انا وخت تشالي عليا العافيه ياك من فاتي يا وطني من في. ودابا خوتي من بعد ما درنا الحمام بخار انتوما قبلوا على موجد انا غادي في السيستم. هو هذا اللي شعرت خسر خسر. دابا غادي نحيدوا يا لالا المسامات اللي تبارك الله خمرتهم. الله ما تقدري تحيديهم هذيك واعره واعره. الناس اللي عندهم البرا ديال المسامات اللي خاصه بالمسامات هذيك من الاحسن انا خاصني نشريها. خاصني نخرج عند ماي المكياج والسيره موجوده جيهان كاينين. انا كنت شفت في المغرب وجيهان دابا راه قالت لي واحد الطريقه قالت لي ديري فيلي كنا كيديرها هذه رقاق فيلي تاع الراس تاع الشعر هذا فيلي تاع الشعر قالت لي حتى هو راه كيحيد. وانا كنت ما تقدري الصبر. انا كنت كنمشي كنت ندير عا هذا كلينيكس هكا ندير كلينيك ما نديرش صباعي غير كلينيكس بحال هكا ونبرك. وانا نجرب الطريقه تاع جيهان ونشوف كطلع جيهان. انا بالله بصح وراه هكا انت باغي تشري البرا وهذا شنو هو هذا البرا راه اكثر منه. اه يا العالي خاصه يكون رقيق. انا هذه راه ماشي مرايه يا جيهان. هذيك مرايه ما كبيره عندك راه كتبغي يقول لك الخابات. الله الا ما كيطلع شويه. الله يا خويتي الله خرجنا من الحمام يلا احسن. انا رمي من وجهي كيضرني. انا ندير ليها بحالك ديري مرايه شد جيبي لي مرايه عاديه تجيبها لي هذه مش انا ما عندهاش مش توال بسم الله الرحمن الرحيم. ماما راه عاديه تقول لي اني في قد وقد راسي حين دابا يلا درنا الحمام ديال البخار كيطلع كي داك سميتهم الرؤوس السوداء كيطلعوا. من بعد غادي تشوفوا غندير لكم ندير واحد الوصفه اللي كانت هي كتساعد في الرؤوس السوداء باش تحيد. دابا بقى بحال هكا نحيدهم كاملين وجي انت هي وحنا معكم. ها انتم اخوتي من بعد ما حيدت المسام ها هما حيدتهم وجيو ولا هاك حيدتهم من النيفي من الجناب ماشي بزاف اصلا كيضروا من نايا البشره عندي حساسه كيضر. ما كنت بغيت تحيديهم خاصك تحيديهم على سيكون اكثر. يا انا يا اللي عجبني اكثر هو ملي درت كلينيك هكا هكا وبديت كنبرك هكا اصلا ما كتقيسيش البشره ديالك بالضفار ديالك وكتجيك رطبه بحال هكا شي شويه بحال هكا باش كدير. اما ديك الفيليله ناري هي تلبرات هي بحال هكا كدير البره راه كتخشيها وسط ما هي ناريها بلاش. ودابا الماسك الثاني اللي كيتصاوب على قبل المسامات يحيدهم ولا كيرطبهم يعني كيخفف منهم شويه وفيه البروتين فيه الكولاجين. هو اصلا بلادي كاين البيض بالسكافي باش كينكد. انا كنت كندير البيض بالسكافي باش كيحيد المسام باش كيحيد خاصك السكافي ضروري كتجي زوينه. دابا الوصفه اللي عندنا هي غادي نديروا البيض حيت انا مزاجيها غادي ريعه البياض ديال البيض غادي نديروا ان شاء الله البياض البيض الا عرفت نفقصها من النص ما فقصتهاش كامله منك ليها. اه قادي ديك شويه سكتي سكتي شدي فوق ما يقزي هذا من هنا باش يبقى داك الاحمر ما يقزي طيبيه في المقله وكوليه. انا كناكلش انا البيض ها
يلا فين لا كبار الحمد لله بيضة صغيرين هذا اديرو غير البياض تاع البيض وراه زوين فيه الكولاجين وتقدري ديري طبيعي ماشي شي حاجه ديري جوج مرات ماشي شي حاجه غاليه عليك ولا ها وين البيض راه موجود بيضة بحلا جوج هات فيه الكولاجين طبيعي ها راه كنت كندير هنا هادشي كات ملي كان باقي عندي مورا انت دابا راه كنديرو يعني كنا نديرو كنت كندير ثاني واحد الماسخور ثاني دابا نشاركو معاكم ايوا نزهات هي عرفتي مزيان باش يدير هاد الطريقه ديال البيض راه منها منفعه منها الرؤوس السوداء ومنها كل هذا وكيجي زوين الزريوي حتى هو غرا غندير ليه ما نخليش الزريوي بغى الحنه ها بدير الحنه نديرو لها الحنه راسها ونديرو لها يا لالا هذه الوصفات دابا هذه يا سيدي انا نوريكم ان شاء الله كيفاش كندير ليها ما ديريش كان نيكس كامل نقسم ان راكي فاهمتي هي شتي انا فاهمه هاكي حلي شتي فيها بزاف وي خاصك هي دوك بزاف ديريهم نحلهم ها الاول ها الاول ربعة هي ياك حاسبه انت حاسبه ايه قالت لك كانت ساكنه في العروبيه راه انا اللي كاينه هنا في بلجيكا واقيلا راني في العروبيه رجعتي العروبيه خليني في بلجيكا مرحبا ما الناس العروبيه ما كيديروا كيديروا كلشي كلشي باقا شي باقا شي عروبيه الحمد لله كلشي وصل وكلشي تعلم وكلشي دار دابا شنو جامع نزيد على السكافور تاع ديال البيض عادي شنو نسكافي ما تضرنيش انا فوجي لا نسكافي ما كتضرش يلا نديرو على البيض على البيض اوكي واخ بسم الله لا بلاتي ما كي بلاتي تاني وديري الوجه كامل بيض وتعودي تحطي عليهم الفوق او هو هو ماك انا ما انا تحبي تهليني انا ديري في كعير والله الا بارد برد لي على وجهي ديري تدي وكملي ندير البيض باش توري الناس اللي. ندير ندير كيكة انا البيض البيض ما عنديش معاه كنديرو كنعيفو تنلاي ما ديروش تحت من عينيكم من عين شفتو تبغي تجري غادي ديروش تحت من من هنايا من هنا حيتاش هاد الجبه اللي عندنا تحت عينين ماشي دابا غادي ندير هاك عاد تحت عيني اقطعي اسكتي انا دابا نقطع ها خليني انا ندير دير انا كنقطع باش يساعدني واحد شي طف الحريفيه ضحك اللي جماني ماشي حريفيه درت الخيمار درت الخيمار زيد تاني راه ديري كيلو تيجي معايا شي فليك على رجلي سكتي خاصك فرفيره والله خلو ينشف على خاطر خاطر ولكن خاصك تزيدك واعد فوق منه غتهنا وماني شي شويه ما غنبقاش نهضر لا نقطع قطعي يجي وانا خاصني نبدا باي هادي غادي نديرها فوق نيفي نوضي جيبي الشبكه اخرى تي شديتي لي هذيك ديالي نوضي تحركي انا هذه هي اللي كنت كندير بها في الارض نوضي نجت معايا حتى لهنا حيت شراط نوضي دروك شتي خالتك تصوبيها نوضي الله ناضي ناضي شريمتي عدي ما عندك باينين عليك ديري امتي كاع سكتي خاشيه ما في باقي جداد دايره فين الباكيه انت مشيت انايا على حقيتهم ليه لو قلا تقول لي علاش حقيتي باقي جداد ما كدير والو سكتي كوني تنا كوني تحشمي كوني تحشمي شادشي وليت الحل عدو يا لالا خلي خالتك تصاوشي شويه تعدي مع عندها معاها خلي خالتك يلا سير كاع الشيته تنخسر مع سي بلطي معايا شوفي كيفاش تصاوبي هادشي عتبيني انا نجح فيها اكثر منك هنا نقد عليك انا ما كنخليش كاع يموت
اش لا مات ما يجرش ليا هو كيموتو خاصك تزيدي عليه واحد ثاني هلك ها تمتم خاصها نسخ اخر حيت الطفل فاتتني ما حيتش معايا اموت داك الكاعي انا معاك كنشوف التليفون ناري ما بقاش كندير اش هاد الشيء اش هاد قبلوا علينا قبلوا علينا الموجع ما تضحكيش ما كاينش الضحك اخا سكتك يا صيبه سكتك كندير مشطاجي تا هو قاصي اللي راه مزيان قالك انا حاجه كلشي سكتي سير لحيتي دايا عاد تبحر بالله يرحمه ملي كان ملي كان كيحسن لحيته الخوات ترى كيديروا كلشي بالضحك نشاط معانا النشاط حنا شنو هادشي يجي انتي لحيه ما يقدك لكي جعتكم هنايا بابا نوين من زيناتي وليت خرجي خرجي هكا بقى غنبر لطني فوق منو يجيها انا بقى يلا صف النقول وحلت فيه سكتي اش كتغطي حلوه زيدت انا خيط خاص تسد لي النفس زيدت تاني وحده اخرى ها طبقه اخرى انا ضربها مع المرايه تديرو شي جوج طبقات ولا ثلاثه لحضاله تنساوش تلوح الدارة مزيان ما تنساوش تزيد البيض كثير وي البيض كان من قطع نزيله وما كي تخليني ناشف باش ينشف دغيا هاد الثاني ها ها الكفراج الثالث انا كل لصقه وحيده وحيده اللي في الكفراج جاوز الثالث ها هذا مهرس اش غادي ندير كتبان بحال شي وحده فوقني فيه خاصو بزاف سكتي خلي الناس يتعلموا انا كنعلمهم واش يديروا سكتي يتعلم الناس عرفتي ملي كتحيدي كيولي وجهك بحال الحليب سبحان الله والله هذا الشيء البيض كيرطب سكتي شنو زينتي وليتي يلا مشي نشري شي بوماده كتلصق عادي واش مني من هادشي ها؟ نسوي شي بوماده نمشي للمير هي ضحكتي يا جيهان مابقاش كنشم سكتي تخسري لي كان ماسك سكتي شدي هم انت شكون كيهضر ها شكون كيهضر هانتوما خوتي عنقه بحال هكا جي هذا خدامه حتى هي انا سير نلصق هي سير تضرب في الكوفراج باغا نضرب معك واعطيه خارجي حتى غادي ديري ثلاثه طبقات ولا اربعه انا جوج انا كندير ديري جوج لا ثلاثه ولا اربعه اللي عجبك حيتاش كله كل ما كترتي كل ما ملي تطوي تحيدي تحيد معاه شي شويه تاع المسنس يا لاجا البلجيكي اللي جا طلع علينا بحال انا ملي كندير الماسك الكحل كيقول لي سير من حدايا غير خليكم معنا خليكم معنا